بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنارت عزيز وقدر جران صلاوة خدي سروابن هرجها كي هم بنار يا مبكن وجهدار يا مبكن سباز بو خدا مزن كو قصا عمر دائما جارك ودي هاتين خزمة أهل قرآن وخندوان قرآن وهاتين خزمة وين هجاو عزيز دعاش رب العالمين كين كو طاعته ما وعبادته ما شما قبيل بكت في رمضان دا وبسلامتش في رمضان دار كافين إن شاء الله. وهر وصا أمش بير ناكين أمش دا دريش ناكين بس أمش بير ناكين كو أف باريكانا هاي يا هاتي يا رخستن إجلاء دزجه قلم ويا وكولين القرآن وهر وصا هفكاريا تلفزيون خابير و ام زیاد دریش نگین، اما اکثر زورین بچه دار بود، خوش بر نبین آدمی، اگر بچه دار بود که کرم بکتن لیث جلال. علیکم السلام و رحمت الله. خيرات سيدة خيط ده هنا هذا شارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما شاء الله، موفق إن شاء الله.
ما شاء الله دنگك خوش نازك ته هي دم لحظه بيجن انت تجويك باش ته هي سيدا بس سيدا دم لحظه هي بس سيدا بيجم مرحله دي تب مجاوبات خوند بي بس في جاري بچگي ان شاء الله شنو سيدا آيات 11 كلمه دو ماهي كه بصير چگي هات مهمه تبو گران كه بصير او بصير نابتا صادش حروف جرانه نابتا تاثير الصائب لازم درستي بيت خان السيده سيده في ملاحظات هرب عندنا هين مثلا دنيا ان شاء الله دربان مرحله دماهي كي براز ذاكرين يعني ما شاء الله وايد تجويدك باش يا هي وكل جوابي ايات 13 او كلمه كل وجفان من كل جوابي كل جوابي كتش ديريش كل بي او قراءه آه. اوش من تجي كل بي راس تجي من اردك من راس بله ابچا جواب ديريش بي چونك او بس حق كسري ده دلداني بو وشكور شكور تجي من هو صح سبيكر شو دفني شكور لازم چونك اوش حروف ليفون نابتن دفني وهر هذا بيجس سيداي بله سيدا الله حضرتك حتى تخوش كو ليف يلك جان بلاستي ترتيل بس هكر هما و بريكوتر بجني تيجي يفيد ماين ما بو مرحله دمايجي هكوا يا ام بجني تيلاوا مصطلح ما تيلاوا مجوات هو كي من شوي عبد الباسطي وانا مسابقه بعرف تري يا هندي الراستي شكينا يا حظيا هكا تو مجوات بزاني جرابيت ان شاء الله كتو دربوز بي مجوات بخينا ما اود فيت ان شاء الله يا تيجي تماما كي مجوات ديت مثلا ان احتمال دنگی وی نگله وکیت بیشتر مساعده آنجی خلاتی آدی که یعنی ترتیلی بین پیشی اوی هکر دنیا یعنی بس هکر مجاوت یعنی ترتیل اوی دنگی وی او اولاتره راستی یعنی تو مجاوت بخونی باشتر هکر تهبت انشاءالله که تو در باز وی جاره بید سیده و کلمه و ارسلنا مانه لین عمر لام را نون عین میم افت چنه لین عمر یه بینیه دیش مروی بیت مروف حق لين عمر يعني بينيه بدتي وانا ابن جزر بيجي واحرص على السكون في جعلنا انعمت والمغضوب مع ضللنا ارسلنا جعلنا يعني انت اشتبت نبي وارسلنا لهم مروي هاي جهابت حق لين عمر دي فائد غمرابة قال نوني ارسلنا جعلنا يعني بو جربت ان شاء الله تهاي شن ذهبت وايدي قلق جنبي راستي القطر كان طائجة قلقلوي واستعلاء وإطباق يعني بشيدي قال تقلقلة داي بس استعلاء وإطباق بشيدي باشتر قلق جامي صحة تخوش سيكفتي بي إن شاء الله سيدي ليث بتعالى خيرات أمازن كت خاندنك جوان ودنك خوش ما مو بيفهدو كهبت نعمات راسي بس بواكد بيجن ملاحظان دي مو بيهبت راسي ملاحظه که سر دست بی گویا تو ده وقتی دخان دیوالا قادمانه افدالها ساکنه قلقله یا یعنی بچه که هات گویمت اگر دیوالا قد تب چه که بیتو تحقیب دیوالا قاد د مصدرسه تشی باشی برای خوب سازل خواجی یادی جی پیوا یشا و ارسال دست بی گویا تو سیزده یعملون له ما یشا چهار پنج حرکه مانه مدول واجب متصل تب جایی کش حده بوده تا شاشه جی جی بودی هر عذابی یعنی صحت تا خوشت گل بخیر تو گل گل بخیر تو و صحت تا خوشت برف بشک داره دوی کاج عمار بشار بلا کرم بکت و علیکم السلام و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله کرم درست بله کاج عمار تو گل بخیر تو برا صفحه بين صدو هفدا بكا بين صدو هفدا تبكي بين صدو هفدا ش آيات سيزدي حتى يا هجدي ش آيات سيزدي حتى يا دماهيك مالي سلام كرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
والله بصير بما تعملون. ساعات تخش كاك عمر خان ربط مروي الشيء تصبحك في مروي مروي الشيء حرفة توي كت كت هذا دي في جالك جنبي ملاحظك عام جارم دي بيجين يعني تجالك جالك جان خد دنجي دي بيجني عام أو ملاحظة عام يعني مبالغة جد أحكام جدا مروي خو عشان الإجابة يعني تزاني تو مبالغة جد أحكام هذا يعني جالك نه مروف مش حد يبي زيادة شكي هاتش تكي حديث زيادة ليه بجد دارو واجد زبرد يعني كريتت بالحاج بو خواندنا تا جالا جون باشي صحيح كه فيديو إن شاء الله وتا خواندي أول كلمة الرجيم جي نبجد رجيم جي يعني بتاكي وكي انت منيزي كي مخرج دالي ليكر الجي الرجيم أج بتاكي أو يعني جيم لو فصيح ندر كان وهو ما برينو كي جيكوتي براي ليث وجعلناكم وجعلناكم دفهم تاكي وكي إدغامي لوت وجعلناكم يعني لام تاكي حاجكو وكي إدغامي لوت يلنوني فاشي قداري بكي يا خواه همسة تاجي يتساكن بتاكي دي باشتر همسة دي أت أت قاكم أنا مشكلة همسة دا همسة دا ياليتكم طانين عن الظواصل بلي ظما ثم ثم نبى ثم ثم خلقي ما بارب تري القرآن خوي تكون ثم ثم ثو ضمائي لو يعني إتماني ودي كايب جني إتمام الحركات إتمام الحركات فتح الضم وكسر ميتين الضم اللي بمروي باش بين ثم ثو دي چه وانا ثم يا مثلا يا ظنون يا ظنون يعني ضمائي بچه باش تربت ماني حديث البيغمبري صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن ماني قالك جارة مروف خلاتيت خواب 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 نابيني احتمالا قالك جارة في السيدات الظانن مثلا از كتابي تشيد جم ياش مباني دل خواه از درس مچهكر ايدي بيدا چوني قد تشي خلاتيت داريخت بيش جافي مناكد مروف خلاتيت خواب نابيني لما بجا المؤمن مرآة المؤمن قالك جانبي اما ملاحظة افاب المقوتين و يطب بس دنك ايك مستوابي اما همي اكو قالك جوبي صحه تخوش سيدا كي واجي تشم لحظه انا مش بس ما جي ملاحظه كي هاي دس تخوش من والله خوندنك جوان يا خارج صفات ماده ما شاء الله قالك جان بس باي دس بيك اني چاردي او تو چاردي قل لم تؤمن ولكن اخفاء هيش جرانتر بك شك حرف قاضي يرضي بل ولكن قولوا اما في ملاحظه بي واكيد سيدا فؤاد قلت انه ملاحظه همسه ادو بلا مباراه بس سيدا شبر بلا بلا بس جلب بخيراتي جلب بخيراتي سيدا عم انا خيرات بلا دوني كي بعرف بشك دار يا اخوي سي وچين سيابات محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته او دفس سيدا عمر دفس بشتغل صفحات شان سيدو سيدو سورة نحل صفحات دصاد وحفتي وإيك دصاد وحفتي وإيك؟ بلا بلا دصاد وحفتي وإيك آيات وسهو شاشة بيبا دقائق سيدو بلا بلا خو بلا تابري سيدو آيات سهو شاشة بيبا حتى آيات چلو دوي درست سيدا؟ كرم كرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله خيرا سيد ياسي وبان جلست اخواج بن ما دم لحظيت هين دسبيكا اني سوى اذا سوى حفته ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي وما لهم من هي هذون ديك سيدا دمويا سو حفتي وما لهم من ادغام بله ايه دين ديك بيجي وما لهم من فرقي كذا عندك بيجي تا يدي شي شي درشتي درشتي بيجي هو صوت غيمن ترسي سيدا ويدي لي شيء او تو تشلي سيونا ابو تشلي اه انما قولنا لشيء إن إذا إظهاره بشي تنوين همزة هاتي لشيء إن إذا هم بزيت تنوين إظهارنا شيء نهاتي تقول لشيء إن بسا كده هش بيها كيخ فايلة باكي دي بوش بمتش ملاحظة دي من هاتي توفي أفنا كديرا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم تظن تخانت ويعلم فاش يساح كيجي واش أقول هدوني بك وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أياتو چند سيدة سهونه يا بشتي سوهشتي يختلفون فيه وليعلم منا تخانت ويعلم تلهم هم نخانت تمام باش حاجه هبنا افخلتي افخلتي حسيبا طبعا جزاك الله خيرا انت راضي ان شاء الله خذي خير سيدا سلام الاحظه من ايتين بله سيدا مناش ايات سوهشش ما قلت دست بگه بس انت سوهفتي دست بگه بله سيدا إن تحرص أو خلاص ما تبغى لقد بعثنا ذا سبيكر بمن وصلنا سيدة أو إيك سيدة ويادي سيدة أياد سو حفت كلمة ما هي كي ناصرين تبقى كي ناصرين نا تبقى جيران كي روس هاد مهمة ناصرين وهروصة من يموت هما تأهلوا تشوي سيدة من يموت لازم بحركة وقتي دوست سیدا ما هر کانو کاذبین تا بچه‌ی گران کرد سیدا اوجک و هر بله دیگه لب خیرات برای عزیز سر دفتر انشالله سیدا عزیز اگر سیدا مروان عبدالمجید باش دار بوی چاره کرم بکید و علیکم السلام و رحمت الله و برکات بسم الله سیدا کرم قبض سلام خيرات السيدة عزيز خيرات سيدة صفحة 283 ايش آيات آنه سيدة حتى يا بازده نهي آيات آنه بله حتى يا بازده سيدة حتى بازده بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم ما شاء الله سيدنا بارك الله فيك تدلت ما أفضل
ما شاء الله سيدة مصاي ثلسر خوان دنيا ومقامات تجدك ما شاء الله باش سيدة أعوذ سيدة دف من تحركة همزين هذا دستك أعوذ هم بشكة تلزليك وصوت قوية من عين تلز يعني بتر دنك عيني هات من سيدة الذين وأن الذين دافم بشكل مادي طبيعي دريج بسيدة وأن الذين تحقيقها هرب بشكل تحقيق مروج تكلفي تدات هما هو سيدة عذابا أليم عينا عذابا أبد شانت كلمة جديدة سيدة وآيات سيدة دموهيك يا بوزده حتى نبعث رسولا سيدة حتى بشكل صق العيك هاته احتمال هر قراءة أخواننا عراقي تأثير كتنا نعم عمر وصال لهم آمدا سيدة العفو آمدا أخواننا تحقيق بجاك مادة تويجي وغنية تويجي هذا بتربن بتر إنكيشانش بخوا هر مثلا بيجين مادة طبعي هر دو حركنا بس يوم ترتيلة بمر مثلا بيشي خلقي نبيجي تكت دو حركة توي فرق نش أخواننا تلاوي عم بجنيا مجاوات هر وصنا سيدة مقام تقريبا من چار ديدن تا چار مقام كورينا تو مقام ظاني ما اجباعا هاي ايه تمام من چار هشماد ما ماجي تقريبا ماجي يعني حسي بدرجه السر هاي هكي ايك مقام حتى دو ماجي فرقش ايك دو و سياب كتي دو بجا چارا كتي دو هش جاك وقت زيادتر بشاكي ان شاء الله مرحلة دو ماهي كي ما او هزرا كيري يلا ايك جانبي و مجاو يعني تجويدا كوات جانبي تلاوا كو سرکفتی بی انشاءالله خودم اش خیلی طبیه هرانکه بس مگو تو خلقی کیوه تش کیوه ها تیسیده خودی از این میسید نازم بیم بس اصلی من اماز داخوه الله صحاده تخواش کتو عملی تبیلی شد ایه یعنی تو گاویل ویریز داخوه الحمدلله تو نل چل مزگفت آنه جمانه نه تو ایش تو شو لنگه در دیگه آخوان مامش حمیدش جده ایه الحمدلله بارک الله هر الله و گلکه و برکته دیگ برکته بس خوزی اما تو مزگفت اگه اما بو برکت بو خلق یعنی وی دنگی مشتاق قرآن ببن چونکی دنگی بروی گلا جاد بجم بلا خدمت قرآن بکن نه قرآن بخین خدمت دنگی خواده و نه؟ بجا مخابن یعنی دیگه تو جایی که نخوینی سیدنا پاکا تو دینی سر بریخی همه واقعی بجم خوب بخش دی بلا سن کفتی بی انشاءالله ملاحظه که سیده؟ سیده بس ملاحظه که های بله عادتا نک سیده فوت گوتی خواندنا تحقیق ابا واکمیزن مجاوات ی طبعا مادوی پتر بن منش خوندنی دی مثلا تعملون دی دی پتر کی شونه حرکت را دی بس نه معنی وش هش حرکت بوری هر ولی بتکی درشتد بتیادی صدا اعوذ وقال جو قوریت میزن مصریه اوی وسط خوینه خوندنه هدی کلمه اعو منعو عین بشنی گوا و هدی ماده طبیعیه یعنی گلک حقی و نادنی ده حرکت یعنی دی چا خوینه بونه ولی بجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أعوذ بالله أبغى شو أعوذ بالله ت أعوذ بالله من الشيطان بتشك هاد قوم تا يعني تدا حركة بي كيم تدا يعني كيم كير مو بس زيدنا كير بتبوش لا كيم دي بتشك حقيقي دي أعوذ بالله والله أكيد دي جالك جام بسيدا ده ستة سيدا بوتال سيدا وف بتشك داري دي جك يعني لما بقول نعمل لفان لحظات بيجين بيجين سيدا أم بجنا أم جالك جارا سيدا مروف خالدیت خانومین من اصلا بگم ممکن است یک چند از بین بخوینم تو دیت چی خالدیت چی خالدیت خانوم در کار ضروری ملاحظه کردم دیجا ما بگم هر بو هند این راز دا بگین ان شاء الله وقت درواز بو مرحله بیت سرکفتی به سیدا مروان عبدالمجید به خوش حال می گلا سیدا دی برف پشک داره د ماهی که کاک عبدالحسیب بلا کرم کت ای د ماهی که ما سیدا بله اهلا مسك الختام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اهلا وسهلا سيدة الجلال بخيراته صفحة 602 تبعك سيدة؟ بلى سيدة. شطياتا 83 حتى نوتو إيك. بلى. 83 حتى نوتو إيك. 83 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن نتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا جانب لحظة عام وقت مروف زان مثلا دنگیتای مجاوة تلاوه تو ترتیلی جوانتر خوینه بلا ترتیلی با درست بی عادی بی سأتلو پاشی هم بیش وقتا ملاحظه هم بیشم پاشی گوی خوب ده ویدو خواه انشاءالله سأتلو يا عولي قل سأتلو واو مادة طبيعية تاب الضمي خوانت تمام خوشي ساكي إن شاء الله سيدة هر ملاحظة تجويدي إخفائي حرفة إخفائي بازدان أمانا
همي دنگ دفني جراتي دوي جرا منا با؟ منا؟ بس بتدي چه دفني؟ بس بو كافي و قافي بو زانين بو تبو معلومات همي چه دفني بو كافي و قافي كافي و قافي جه حرفت اخفاينا مثلا من كلي من اجاوه دوي رانه تو از ماني ناب مخرج كافي تو لنا ده تمام؟ بس ده همي چه دفني بو معلومات قاف جي واسطنا من قابل چه ناوه تو جه من كل من ناوه كي حرف ديت اخفاينا و معلومات همي چه دفني من كلي ان كان من قابل في الدوير رانئي حرف ديت اخفاء دفني و دوير راتت بيش اي دوير راتت حكي همكي النسبة معقول 25 صادي دوير راتت مثلا حفت بين صادي بيش دفني او ملاحظة عام يعني قزمت الدوير جرائن تقول من كلي وإما سيدو أن تتخذ منا ياش مما تخوند وإما أن نتخذ سيدو آياتا 86 حكي حكي بري بشتي 85 اختب دماغي جتت آيات 86 إما أن تعذب وإما كسع كسع كي شو نبيزيا وإما أن نتخذ أنا سيد وصل أقول لي فاش تقول ساكت ساكت إن شاء الله خلاص سيد عندك تش سيد عندك سيد عندك تش قام مرودي هو جديد نجرا هو جديد نهون وما ضاء إخفاء هذا جرام تمام كش كلمة وأما قال أما من ظلم من دبو مخرج الضائب ودي جراه خيني إخفاء الضائب تمام من ظلم صحاتة تخوش جزاك الله خيرا قالك جوابي سيدة بارك الله فيك سيدة كيف تبي سيدة بارك الله حضرتها خدو السيدة أنا همو هر أوي بارك السيدة مم بجي من ظلم هابي قل سأتلو أدب جاي دريشكي هما ملاحظة سيدة فواد قلت إنها مدرسة سيدة مهمة تجويد تظاني مثلا احتمالة هما نظاني مثلا تجي من ظلمة أنا تجي من ظلمة من ظا ظا جرانا إخفاء ويجي غناء إخفاء دي جرانا مثلا مجم الإنسان شنو بدأ مجم الإنسان شكي سين حرفة ترقيقية هم بيجين يا استفالية دي إخفاء ويجي سبيك بتمام ها؟ جزاك الله خيرا سركفتي بي إن شاء الله تقال أبقى سيدة عبد الحاسب زيدي ان شاء الله دا خاصه يلا خير ما بلش دور بيت معنا سيدنا خير خلاص بله سيدنا بلا بنيت خوشوي الفيريجي دهينا دمويكا خلك خيا افشبا حتى امينو خلك قدي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.